حياكم الله دكتور يوسف. الله يحييك يا دكتور. حقيقة مسيرة ثرية وفيها من الفائدة الكثير. نسأل الله أن يبارك في عمرك وفي علمك وأن ينفع بك. جزاك الله خير. ما سردته علي في الحلقات الثلاث الماضية يكاد يكون موضوع كتابك أنا والتعليم. بالضبط. من السادسة إلى الستين. أكيد من يقرأ هذا الكتاب. نعم. وأنا نرجو إن شاء الله أن يصدر قريبا ويصبح في متناول القراء والمتعلمين. لكن أنت أيضا لديك مشاريع كتب أخرى حسب ما هو مذكور هنا. هناك كتاب اسمه الكرك حكايات على هضاب مؤاب. نعم. هذا الكتاب إيش موضوعه؟ أنا زودتك الآن بنسخة من كتاب قد طبع طبعت وزارة الثقافة. نعم. هذا كتاب الكرك بانوراما الزمن الأخير. الكرك بانوراما الزمن الأخير. وادعيت أنا بأن طريقة تأليف هذا الكتاب مبتكرة. الكتاب حكايات على هضاب مؤاب هو استمرار لطريقة التأليف. يعني إذا لابد أن نبدأ بهذا. هذا. أيوة. هذا الكتاب. إيش الابتكار في طريقة التأليف؟ أنا قرأت كتب الرحالة لما يصفوا الحياة الاجتماعية في المدن في القرى. يصف مشهد موجود أمامه ويعطي وجهة نظر في شيء. يعني أنا كان في عندي من الطفولة رغبة في معرفة كل شيء تراثي يتعلق بالكرك من حياة العربان الأولى، الأزياء، قصص الفروسية الختيارية لما كانوا عن الربابة في الليل يتحدثوا عن رحمة الله عليه عود أبو تاية خلف الإذن الشعلان، الأشعار الجميلة، الحفلات أثناء الأعراس وكفوف السامر. أستقصي كل شيء وأذوته في نفسي، سبحان الله هيك من الله. طبعا لما صار عمري 60 عام اختمرت فكرة قصص وأحاديث كلها عن الكرك والعربان. قلت في عقل أنه هذا سيذهب إذا ما مت، ولكن هذا شيء ما أنا شايف ناس من جيلي وحتى اللي قدامي قيدوه أو كتبوه. فقلت يجب أن بس كيف أحشد هذه الأشياء الكثيرة جدا في كتاب، وكيف أعانونها، كيف أعملها في فصول. صرت أستقصي وأشوف الكتب والكتب ما في. فوجدت أفضل طريق أني أصف أستظهر أحداث مرت بي شخصيا مثل أنا والتعليم، مرت في حياتي الاجتماعية. إذن هو برضو من السيرة الذاتية تقريبا. سيرة ذاتية، لكن وظفتها لتعبر عن الكرك باعتباري إنسان كركي. وأن في البوادي والقرى الأخرى الأردنية والعربية الآلاف مثلي، فإذا ما عرضت أنا هذا الواقع سيعيشون هذه الحياة. فهو كتاب عام صحيح صدر في الكرك وعن المجتمع الكركي وعن إنسان كركي، لكن إذا قرأه السلطي سيصر، وإذا قرأه العنيزي في شمال زا سيصر، وإذا قرأه العراقي والسوري وسيصر. لأنه فوضعت العنوان الطب، ما بقول الطب والله كان في الكرك استعمال الكي، لا بذكر حادثي أنه أنا صار في راسي حزازة وطرد ركضت خلفي أمي وألقت القبض علي وجاء إلي عم اسمه عودة الله ووضع المسمار الطويل في النار وضربني هناك. ثم أصف الواقع وواقع مثلها وواقع مثلها، وجدتي التي كانت تقوم بالتطبيب الشعبي، الخيل، ما بقول أصناف الخيل، الصقلاوية والتيهية وأم عرقوب، بذكرها إماما لا، بصف مهرة كانت عندنا، جاء ضيف وزارنا وقعدت عند جدي ورأيت المهرة ذات اللون الحمامي الذي كنت أعشقه وجلست بين يديها وأنا أتأملها. وسألني جدي قال لماذا أنت جاء؟ قلت أريد هذه المهرة، ولما سمعني الضيف أثني عليها ووهبني إياها. فأصف الفرس وكيف كذا وأنواعها من خلال حكاية حصلت معك. كذلك التعليم، عنوان التعليم كيف الأيام الأولى عند الشيخ هذا، حتى ذكرته أن أبو دي، ثم دخولي على كذا وهكذا بعض أشياء من حياة التعليم، مثلا الحصاد الحياة، وهكذا غطيت معظم أنواع الحياة الاجتماعية للكرك. فهو
بحثت عن كلمة تعبر عنوان ما وجدت إلا الكلمة الأجنبية اللي هي بانوراما، وهي إضاءات منوعة في إطار واحد، إضاءات منوعة، إضاءة على التعليم، إضاءة على الطب، إضاءة على المرأة، المرأة كيف كان ينظر الكراكيو للمرأة من خلال قصص وحكايات واحدة تلو الأخرى، وكيف أن عنوان الكراكيون يمجدون الرجال، كيف أن الكراكية ناس شبه بدو عندهم الأشعار والفلاسفة كلها تأتي من البادية، ويثنون على الرجال المشاهير في البوادي العربية ولا يسمحون بالغض من شأن المشاهير جدا وأشعارهم، ويذكرونها في قصائدهم، وذكرت وقائع مباشرة وبعض القصائد الحقيقية وهكذا. فالكتاب غطى كل أصناف الحياة الاجتماعية بمشاهد فعلا بانوراما منوعة، وحتى بعض المقالات السياسية واختيار شخصيات مثل شخصية حسين باشا الطراوني 18 صفحة كشخصية فريدة، وتركيز على قبيلة معينة وهي المجالي، ذكر نوعي لوقائع عند العشائر الأخرى وتمجيد ما يستحق التمجيد منها وكيف تعاطيها مع العشائر الأخرى المجاورة للكرك وهكذا. فالكتاب اللي هو الكرك بانوراما من الزمن الأخير، يعني اللي هي 400 سنة التي تشكلت فيها العشائر الحالية، ولا يتحدث عما أيام المماليك ولا إلا لماما بعض الحاجات، اللي العشائر اللي ما تزال لها امتدادات هي الآن موجودة، المجالي، الحباشلي، المعايطة، الطراوني، النوايسي، القطاوني، كذا، البرارشي، العشائر الحمايدة التي تسكن الكرك، وكيف عاداتها وتقاليدها ومداخلاتها، وما في تاريخ كامل. ربما بعض الوقائع في الكتاب الثاني تعرضت لها، اللي هو الكتاب اللي ذكرناه حكايات على هضاب، لم يطبع بعد، حكايات على هضاب مؤاب. يعني أنت تستمر على نفس النهج، نعم، وتعرض لإثبات ذلك مجموعة من الحكايات. ما شعرت أنه فاتني في المؤلف الأول نوعا نمط الكتابي شو هو، وكمن شو اللي لازم ينحكى. مثلا عنوان أعطيت قبيلة من القبائل المجيدة اللي هي قبيلة بني عقبة العمر، حديث خاص بمقابلة شخصية مع ختيار توفى الله يرحمه خلف العيفات عمري، حدثني عن هذه القبيلة ورحيلها من الحجاز، وحكاية البطولات الرائعة جدا وحلوة، يعني لا أدري إذا كان المجال يتسع على سبيل. هذول عمر نفسهم اللي عندنا في دورة الخليل، منهم كما قلت لك في الحديث الجانبي بأنه 25 عشيرة من العمر سكان الكرك على أثر حرابة معينة نزحوا إلى الشمال ثم دخلوا إلى فلسطين، منهم عرب السواحرة المعروفين. ولو تسأل أي ناس من هذه المناطق راح ستجد ناس في الستينات وفي السبعينات أعمارهم بس حافظين أشياء، بقول لك العشير الفلاني والفلاني والفلاني، مثلا عشيرة العملة كان عندنا طبيب، هون طبيب من عائلة العملة من العمر، وأراني الوثائق اللي عنده كثير جدا في فلسطين بالذات، يعني معظمهم دخل إلى فلسطين، وحتى استقدامهم من الحجاز كان بطلب من صلاح الدين الأيوبي ليملأوا مكان الصليبيين حتى لا يعودوا مرة ثانية ويملأوا الأماكن، استخدم عدة عشائر سبب نزوح. كان عبقري صلاح الدين رحمة الله عليه، لازم تقرأ كتابه اللي ألفته وحده أجنبية، صلاح الدين معنوي، يا سلام، عشق الرواية، فخم جدا. وأنا قرأت عنه في عدة مواضيع، هذه القبائل كثيرة منها بني حسن وبني حميدي، كل هذه القبائل نزحت تقريبا بني صخر في هذه الفترة اللي إلى 800 عام 900 عام في فترة الحروب الصليبية، كلها من شمال الجزيرة العربية نزحت ودخلت، كأنهم جاءوا ليشكلوا دروع بشرية في مواجهة خلص يعبوا المكان الصليبية. الآن فعلا معبي المكان، عندك عن بني صخر قبيلة قوية ونفتخر بها لا يقل عن 100,000 إنسان معبين شرق الأردن. بني حميد نفس الشيء منتشرين في الكرك والطفيل وكذا، بني حسن اللي بيقولها عشرة المليون لا يقل عن عددهم عن 100,000 200,000 أكثر. هذول كلهم أصلهم من شمال الجزيرة العربية، وبعضهم من اليمن ثم إلى الحجاز. الجزيرة العربية هكذا شأنها دائما لأنها صحراء، والله جعلها صحراء لهذا السبب، تخرج الناس ليجعل هذا العرق اللي اسمه العرق العربي، ترى هذا الشيء ما
قديم جدا. فنظريت أن العرق العربي أصل الأعراق وأن اللغة العربية أصل اللغات مبنية على هذا السلوك الاجتماعي وهو الهجرات ومعها اللغات. وهناك ما يؤيد، لو كان المجال يتسع لتحدثت لك عن نظرية الأب أنستاس الكرملي وهو راهب عراقي، قال سيأتي بعدي عالم قريبا يثبت أن اللغة الإنجليزية 80% من مفرداتها مفردات عربية. وبعطيك الأمثلة، شوف كيف الإشي الرائع. وفي تعمد لطمس العرق كعرق العربي، يعني هناك الآن بدأ من يثبت أن الفراعنة عرب وأن الأسماء التي تقال أن تحتمس أمن حوتب أسماء مفتعلة، بأنها هي عائلة وقبيلة عربية. وأسماء آسيا بنت مزاحم بحديث الرسول عليه الصحيح، آسيا بنت مزاحم كلام عربي، اسم زوجة فرعون. فأنا أشك، وراح تشوف أنت مع الزمن اللي الله بيعطيه حياة ستظهر نظرية تثبت أن هذه الأسماء مفتعلة وخشنة وليست على أي حرفت خصيصا، يعني طريقتها شرسة. أمن حوتب تحت مسرع عمسيس ليست حتى كبقية اللغات الأخرى، كلها فيها خشون وفيها افتعال في خلق أسماء، كل لطمس أثر العرق العربي. لأن الحضارات التي طردها الإسلام وحل محلها تعرف بأن مادة الإسلام هي العرق العربي، فتهاجم العرب وتطمسهم لتطمس الإسلام عرقيا ولغويا وكل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس فقط في العقيدة وفي الدين، حتى في الهيئة. الإنسان العربي وسط، لا هو يعني الشقار مو سائد على العرق العربي اللي موجود في شمال أوروبا، ولا السواد سائد على العرق العربي من كل هذا، واللون الحنطي تقريبا. وبسبب المزاوجة مع الأعراق الأخرى صار ناس أشقر عنه، ناس أبيض وناس أسود. أما العرق العربي وسط، الأطوال طول الإنسان العربي إذا عملت وسط سيكون وسط. الخيول العربية وسط وهي أفضل الخيول في العالم. الجمال العربي للنساء هو وسط باللون الحنطي والأخضر. فكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء. وعقيدتنا وديننا أيضا اللي هو بيشمل الإسلام كما ذكره الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هو الذي سماكم المسلمين من قبله، منذ وفي هذا حتى من أيام آدم عليه السلام. وأن آدم بدليل القرآن الكريم هبط في مكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، بيت لمن وضع لناس يصلوا أو يسكنوا. إذن أول ناس يتواجدوا وين بنص الآية؟ وجد في مكة. بذلك كلام أن عرفات تعارف ليس بعيد، ويحتاج إلى حديث آخر وتوسع واستقصاء. فالعرق العربي كما ذكرت قبل، كلمة عرب عين رابة تعني الأصالة، الأصل. إذن كلمة عرب عند الشعوب الأخرى يعني المنطقة التي خرج منها الأصل، أصل الأعراق، أصل الأجناس، أصل اللغة، أصل الأديان كله. والجزيرة العربية بنص الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حدائق وأنهارا، الحديث معروف، تعود الجزيرة حدائق وأنهارا كما كانت. فليس بعيد أنه آدم لما نزل في حدائق وأنهار موجودة وكذا وكذا، وأنه تشكيلها إلى صحراء كان يعني لا أدري هل صح تسميتها برؤية إلهية، هي بأمر إلهي عز وجل لتبقى هذه. والآن كل الأمم لم تحافظ على الأصل البداوي القديم إلا الأمة العربية، ما يزال شيء اسمه البادية والبدو موجود عبر العصور كلها إلى أنه هو بأقوى ما يكون. هو برضو البيئة لها دور. الأعراب يمدون سيدنا عمر الله الله في الأعراب فإنهم مادة الإسلام. يا سلام، الأعراب الأصالة هاي البدوية موجودة في الجزائر، في بدو، في ليبيا، في بدو في المغرب، في بدو في سوريا، في أينما ذهبت في بادي وصحراء، وما زالت تنتج الإنسان الصحراوي اللي هو أبو عبيدة واللي هو قتيبة بن مسلم الصحراء، لأنها تنشئت للجسد البشري يختلف الصحراء. شوقتنا للكتاب وننتظر صدوره. بني عقبة لهم حكايات رائعة جدا،
وطبعا هم إذا سمعوني بتكلم دائما بيتصلوا فيه بيقولوا أنصفتنا بيستاهلوا هذا الشيء. شيء آخر عنوان مثلا ذبحة قدومة، حرابة كبيرة حصلت بين بعض عشائر الكرك والعمرو وعشائر أخرى، وما هي الروايات حولها وماذا فعل مثلي، وهكذا وهكذا وهكذا. سميتها حكايات، ما حبيت يكون نفس العنوان جزء ثاني، على هضاب مؤاب بين قوسين حراب وخطاب. إذا هاي المنطقة هي مؤاب؟ مؤاب تبدأ من وادي الحساء اللي كان اسمه كما يزعمون إيش اسمه التوراة اسمه وادي زارد، إلى وادي الموجب، إلى نصف منطقة البلقاء، يعني عند حسبان ونواحي عمون، كل هذا كان الدولة المؤابية. يعني احنا في مادبة معاكم؟ نعم، مادبة منطقة حسبان وذيبان هي الجوهر، وكانت هناك التلال والعاصمة وميشعل المؤابي لما غزا حسبان وغزا كله هناك، مع وادي أرنون اللي هو وادي الموجب. إلا إذا تضخمت المقولة الحديثة أنه كل هذا حكي من اليهود، وأن هذه الأشياء تمت في مناطق أخرى وكذا، لكن حتى الآن هذه دولة مؤابي. أنا اليوم الصبح تفاجأت بظهور مقالات تشكك في حجر ذيبان اللي هو حجر ميشعل المؤابي. أنا لم كنت أعتبره وهي وثيقة، لأن الحجر موجود في متحف اللوفر في باريس 34 سطر، يتكلم في ميشعل الملك المؤابي، هذا 864 قبل الميلاد، هو الذي بنى الكرك والأسوار وأنا الذي بنى. بس هو ليش الناس تنكر شيء حتى القرآن أشار إليه؟ يعني بنو إسرائيل القرآن يحكي لنا قصصهم وكانوا موجودين في المنطقة. يعني إحنا لابد من أن نميز بين الصهاينة الذين جاءوا غزاة وبين بني إسرائيل في التاريخ الذين كانوا حملة رسالة. السلام. بالعكس، يعني هو أنبياؤهم هم أنبياؤنا نحن. نعم، القرآن العظيم أعطى انطباع بأنهم أعظم من الوجود الإسلامي. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم. سليمان. كيف وصل مشارق الأرض لا ندري، يعني الممالك اللي بذكرها وين هذا. احنا بنقول انه مملكة سبع هي التي في اليمن ووصل اليمن ولا كان في فلسطين، هذا مقولات بعدين ظهرت، لكن وجود بني إسرائيل كأعداد ضخمة وهائلة وانتشرت وخرج بهم موسى من كلام كله صحيح وقوي. وما اما احنا النزاع انه محاولة افتعال انه الوجود في فلسطين وانه أصبح مبرر شرعي بعد 4000 سنة تقول إلي دولة هنا، هذا اللي هو أفضل طريقة أن ننظر إلى غزو إلى الاحتلال في فلسطين على أنه مشروع استعماري معاصر استخدمت فيه مبررات توراتية. أما أن تأخذنا العصبية فننفي التاريخ، لا، هذا لا يجوز. لا، ما يعني ما المشكلة في أن يكونوا في يوم من الأيام هنا في هذه البلاد؟ يعني بقول لك لا، أنه إذا أثبتنا أنهم كانوا هنا معناته أن الملكية لهم. لا يا عمي، هذول جماعة انتهوا زمان، راحوا، ما لهمش علاقة باللي جاءوا من أوكرانيا. نعم. ومن بولندا. نعم. ومن روسيا. لكن هذا لا يمنع، بل ويجب أن يكون، أن يظهر باحثون عرب أو مسلمون شو ما كانت طبيعتهم على غرار ما فعله الأجانب الرحالة اللي كتبوا عن شرق الأردن، يحاولوا يثبتوا أنه كل قرية وخربة موجودة يقابل الاسم الفلاني في التوراة. يعني بيجي من شرق الأردن، لماذا شرق الأردن بالذات؟ وظهرت هذه الرحلات قبيل ظهور الكيان الصهيوني. لذلك أنا صرت معجب في اللي أثار شك في حجر ذيبان أو حجر ميشعل، يعني الخبث والمكر الصهيوني ممكن أن يصنعوا حجر رائع جدا في باريس ويلغفوا ويجي واحد ثاني ويرميه تحت التراب وبعدين يقولها، لأنه في حجر ذيبان بيقول الملك ميشعل أنا الذي قتل عمري ملك إسرائيل، هذا يثبت أن إسرائيل كانت موجودة هنا. زين، ابحث فإذا وجدت تقول نعم كانت إسرائيل موجودة وفعلا أثبت ذلك أنت كمان حول هذا الموضوع هذا. لكن صعب جدا دحض مثل هذه الأشياء، ده بحث علمي. لكن برضه هو لو حتى لو ثبت أنهم كانوا موجودين
أولئك ليسوا هؤلاء. نعم نعم نعم. أولئك كانوا أتباع موسى وكانوا مسلمين. آه كانوا مسلمين. مسلمين كيف؟ النبيون من ربهم موسى وعيسى وكل الأنبياء من أهل. إنما هؤلاء الصهاينة الذين جاءوا من الغرب هؤلاء لصوص. وحتى لو كانوا ضمن سياق الموحد للشعب اليهودي، أنت وأنت ذريت بني إسرائيل، لكن كنت إلى الفترة الفلانية كنت على الصواب في الدين ثم حرفت، فأصبحت الآن مثلك مثل أي واحد. حتى ولو كنت من الذراري البني إسرائيل، بيقولوا الأكراد بيقول عنهم بني إسرائيل، الأفغان الثوار صار يجيبوا نظريات الصهاينة الآن إنهم هذول بقى كل عرق قوي يظهر يقولوا هذا من عرق فلان من الاثني عشر الأصباط لإسرائيل ليعطوا قوة. أنا أعتقد لعلك توافقني أو أسمع رأيك فيه، أنا أعتقد بأن الخطاب القومي الصهيوني استفز خطابا قوميا عروبيا مخالفا للتاريخ ومخالفا لنصوص القرآن. يعني احنا بصرش اذا هم ادعوا ان الشعب الصهيوني ان الصهاينة هم امتداد لشعب يهودي اصطفاه الله على غيره من البشر واعطاه وعدا الهيا، لا يجوز الرد على ذلك بنفي انهم فعلا في يوم من الايام قال الله فيهم وفضلناكم على العالمين. صح. عندما كانوا مسلمين. ايوه ولا فضلهم هاي القران بتكلم عنه طاوا فيه، وكانت فيهم اعاجيب كما حدث الرسول عليه الصلاه والسلام كان يضرب في الذين ينحازون وينزوون في الصوامع في الجبال من التدين والخشوع، كانت فيهم اعاجيب مثل جيل الصحابه. يعني على كل حال يعني بالنسبه لي بعتبره هذه دعوه لكل من يسمعني في التوجه إلى البحث وقراءة كل شيء كتبه الرحالة وبني عليه من مقولات ومن أقوال، ونلمح كيف الخبث والمكر في تطويع ما يسمى بالمكتشفات لتأييد النظرية الصهيونية في قيام الكيان الصهيوني الذي من وجهة نظري أصبح على حافة الهاوية مهما قيل. هو مشروع استعماري زيه وزي المشاريع الاستعمارية الأخرى، يعني حينتهي يعني عاجلا أم آجلا. جر الحديث حول القبائل والآثار المتبقية لهذه العشائر وكيف أن صلاح الدين استخدم لملء المكان وما إلى ذلك، الكتاب حكايات على هضاب مؤاب أعتقد أنه ممتع وفيه فائدة إن شاء الله، إنه الله بيعيننا على طريق. إن شاء الله ربنا يعين ويطبع قريبا. طيب إحنا الآن حنأخذ فاصل، وبعد الفاصل أريدك أن تحدثني عن كتاب آخر مخطوط عنوانه مشوق أيضا، المهدي بين الوحي والفكرة والسياسة محاكمة عقلية. نعم. بعد الفاصل إن شاء الله. إن شاء الله. ما هي حكاية الكتاب اللي عن المهدي؟ المهدي بين السياسة بين الوحي والفكرة والسياسة. والله هذا المخطوط أردت في أن أعبر عن مخزون كبير من المعلومات عندي صار حول شخصية المهدي، والمخزون ليس من القراءة فقط بل من الاستماع الجيد من خلال إقامتي في مكة المكرمة لأربع سنوات كطالب مواسم الحج، كان يأتي شيعة وسني ويحجوا ونلتقي بالحجاج والأحاديث حول المهدي وشيئا أخذ التنمو الفكرة، أيضا محاضرات في رابطة العالم الإسلامي والعلماء المسلمين في الديار السعودية كانوا كثير يعطوا أهمية للحديث عن الموضوع، فمع قراءاتهم مع مشاكل الحرب في الخليج الأولى والثانية وظهور إيران على المسرح وظهر الخميني كقائد لاستعادة الوضع الشيعي في المنطقة
دينيا وسياسيا وكذا، وصار المقولات طبعا. صرت أستذكر كل ما أعرفه، فأحببت أن أعطي وجهة نظر معينة حول هذه الشخصية التي اسمها المهدي. وجدت أكثر قول بالنسبة لما يسمى بالسنة، ولا أنا بعجبني بعض كلام للشيخ بسام جرار، قال ما في 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 إسلام وفي شيعة إلى آخره، سنة وشيعة ماشي. ابن خلدون يقول عن هذه الشخصية إنه يقول إن ظهر في الآونة الأخيرة عدة أقوال وكلام كثير جدا عن وجود شخصية تظهر آخر الزمان كذا كذا، وابن خلدون عقلية علمية جبارة. من وجهة نظره أنه لا أستطيع تجاوز كثرة الأقوال في كل محل، هذا مثل ما أقول ما في دخان من غير نار، قد تكون هذه الشخصية حقيقية، لكن ذكر بأنه لا يوجد في الصحاح حديث مباشرة صحيحة في البخاري ومسلم موجود فيه. ذكر هذه الشكوك والكلام جعلني أفكر أنا أني أكتب شيء أعبر فيه، وترددت في نشر الكتاب حتى الآن. راح يعمل ضجة؟ يعمل ضجة. وكان في شخصية كبيرة دعا أحد شيوخ الكرك مرة لزيارة الكرك، شخصية أردنية، وعمل وليمة، وأثناء الجلسة قال مين حاب يتكلم مع الشخص، فقلت أنا، تقدمت أنا لابس عربي مثلك، فظن هو أنني سأتلو قصيدة بدوية من لابس عربي. قلت له حضرتك ماذا ترى، إذا ماذا ترى أنت، أو كيف يكون انطباعك إذا رأيت لافتة لسه ما بدأت مشاكل العراق وقدوم المد الشيعي والإيراني، لو وجدت لافتة مكتوب عليها هنا سيأتي المهدي والشيعة، ولكن على بحار من الدم تزكيه البراغماتية الأمريكية وتدعمه الصليبية الغربية. وهذا الشخص سياسي اللي انت بتحكي سياسي كبير مش حي الله. فلو رأيت هذه اللافتة، فطلع نظر مليا ثم قال احنا نرد على بعضنا، ففهمت انه يحمل فكرة اننا نحن او السنة والشيعة بعض من بعض، نحن جذر واحد. فما حصلت عليه من قناعة بجعلني أكتب شيء أحاول فيه تصميم من وجهة نظري لشخصية المهدي وما بني عليها من عقائد. العنوان: من أين جاءت شخصية المهدي؟ هل هي من الوحي الإلهي؟ في شيء في القرآن وفي الحديث يشير إليها، هذا الوحي كلمة، والفكرة، أم هو من أفكار الناس أو من الاثنتين معا، أم هو خبث سياسي كامن استغل شيء من الوحي شيء من الفكرة وصاغ نظرية سياسية بأنه سيحل مشاكل آخر الزمان. بين هذه الثلاثة مقولات، منها مثلا عنوان الله، هل الله سبحانه وتعالى، الله عند السنة هو الله نفسه في التفكير الشيعي، ثم في اليهودي ما هو، في المسيحي ما هو، كل هاي اللي على المسرح. أنا الله عند السنة ذات غيبية مطلقة الصفات غير منتهي، 99 صفة كذا كذا كذا، ولا شريك له ولا ولا، والأنبياء أشخاص عبيد له بعثهم ليبلغوا عن هذا من السنة.
لكن من هو الله عند اليهود على سبيل المثال؟ كما نقول نحن الله في السماء، نقول نعم، ولكنه شخص له حس ويتصارع مع يعقوب ويبطح يعقوب. الكلمة الله واحدة ولكن المضمون ليس واحدا، وبناء عليه اليهودي وضع نظريته حتى السياسية، صار يستحل كل شيء. كيف ما هو الله في المسيحية؟ هو نفس الذات اللي نتكلم عنها، لكن له كما نرى نحن له شريك، أن يسوع المسيح الأقانيم الثلاثة هذه كلها تشكل الله. إذن الله هنا ليس هو الله الذي موجود عند السنو، الله عند الشيعة من هذا الباب أنه ذات يمكن أن تخطئ، كما قرأنا عن البعض بأنه بعث جبريل والجبريل أخطأ في الرسالة، بدل أن يعطيها لعلي كان يجب أن يعطيها لعلي وأعطى جزما للحمل. ومقولات كثيرة لسنا في معرض الحديث عنها حتى لا أثير قضايا تضطر الواحد للرد بعنف. وإن كان يقولونهم إن هذا من أقوال بعض الغلاة، الغلاة، ولكن كله تفكير واحد. أيضا هاي أربع أشكال خمس أشكال ما هو الله، ومن ضمنها النظرة الشيعية محمد. هل محمد عندنا هو محمد عند المسيحية وهو محمد في اليهودية؟ لا، محمد عندنا نبي مرسل كذا صادق عند اليهودية، والمسيح محمد رجل مفتري ورجل عبقري، وعند الشيعة الرجل في هناك من اشترك معه في الوحي، ورجل سكت على صفات أخلاقية ذميمة عند بعض الناس المجاورين له، ليس كما هو بدء. وهكذا حتى أبين أنه كيف هذه الأفكار، هذا كله ذكرته في الكتاب. نعم. وبشكل أشهر أوضح وأدق وبالحوادث هاي ومثلها عن الصحابة ومثلها كذا، من أين جاء هذا التفكير وفي أي ظل ظرف سياسي، وأنه متأثر بمقولات يهودية ومتأثر بمقولات نصراني حتى ظهر وهكذا إلى أن خاصة أن المهدوية موجودة عند الجميع، موجودة عند اليهود، موجودة عند النصارى. الغائب الذي ينتظر ويظهر آخر الزمان. وبعدين دخلت كيف ينظر إلى المسيح عليه السلام، والمسيح الدجال ما هو، هل هو أن كذا، كل هذه. وفي النهاية بجيب مقولات، هاي فكرة الكتاب بشكل عام. والله أنا أرجو أنه يطبع لأنه موضوعه مهم. تحيير الفرص لي الله وسأل عنك هذا الحديث عن هذا المؤلف أو هذا المخطوط. أيوة. ظل إذا في عندك أسئلة أخرى حول موضوع آخر مثلا. بدنا ننهي في موضوع الكرك وعشائر الكرك، بس على فكرة قبل ما تحكي لي عن عشائر الكرك، وإحنا جايين اليوم على الكرك، تذكرت أنا جئت إلى الكرك قبل أكثر من 30 سنة، بعدها ما جيتش، يعني هذه أول مرة بعد ربما أكثر من 30 سنة، 35 سنة. كنا لما نيجي الكرك أول ما ندخل نجد القلعة في وجهنا. الآن مشينا كم كيلو متر مباني وبيوت وعمار، والقلعة صارت متخبية جوا. فكم تغيرت معالم هذه المنطقة، لكن الذي لم يتغير فيها تركيبتها العشائرية، أظن أنها ما زالت كما هي. نعم. يعني تريدين أن أتحدث شيئا ما عن التركيب العشائري؟ لأن منطقة الكرك يبدو لي أنها من أكثر مناطق الأردن تمسك بالعشائرية وتنوعا أيضا. تنوعا، نعم. عشائر الكرك الحالية ذات العدد الكبير والعدد القليل، تستطيع القول أنها ظهرت كبدايات على شكل شخص واحد، تاجر من نجد، تاجر من الخليل، رجل قادم من الحجاز، وأسس عشيرة، 4 أولاد 5 أولاد في تقريبا القرن الأول من قرون الدولة العثمانية، 400 عام أكثر حد. يعني ما الذي جذبهم إلى الكرك؟ بكون شخص تاجر ما بقي هون خلاص تزوج، بقي شخص
هي كانت على طريق التجارة. نعم، بين الحجاز والشام أول ما بيجي على الكرك، من نجد ودفوت على فلسطين بيجي على الكرك، بيدروا على مصر حتى أيام المماليك والعثمانيين بيمر على الكرك. فهذا النازح من الخليل ذابح له رجل وفل ليأمن على نفسه، وهذه الظاهرة أكثر شيء أكثر شيء، فيبقى هنا ولا يرجع فيؤسس عائلة. هذه 350-400 سنة كان أبو المجالي، أبو المعايطة، أبو كذا أبو كذا، وشكلوا العشائر شيئا شيئا. أقدم هذه التشكيل الحالية عشائر نسميها الإمامية، وهناك من يقول بأن الإمامية نسبة إلى موظفي الإمام السلطان وكذا، وهي عشائر الأغوات والبشابشة والطنشات، ومعهم أيضا عشائر الجلامدة البنوية، ويضيف بعضهم الكركيون إلى آخره. هذه الإمامية طابعهم موظفين للسلطان، يعني موظفي الدولة، كانوا يؤتى بهم من نابلس ومن عكا ومن كذا وكذا، شكلوا مجموعة واحدة هذول الناس. واللي الكركي الآن لم يكونوا سوى عائلات قليلة، يمكن أحسوا فترة من الفترات بالاضطهاد وعدم، فاستعانوا بقبائل أخرى، نقول قبيلة العمر الضاربة كانت حول المدينة وكل الأراضي تحت سيطرتها، وقاموا بهجوم كاسح قوي جدا على أثر عيد من أعياد الإمامية، تسبب في شبه إبادة، بقي رجال قلائل، ولذلك هذه العشائر الآن عددها قليل موجود، لكن عشائر محترمة ومقدرة وفيها رجالات حلوين يعني كلهم. يعني على فكرة الكرك لا تميز بين عشيرة ذات عدد كبير أو ذات مجد عند الدولة أو لا، إحنا نظرتنا إلى بعض متساوين، الكثير والقليل والغني والفقير، فيش أي تمييز. ونهاية المطاف حتى في الحراك الاجتماعي، مسلم مسيحي، ما بيحاول يفكروا بهذه الطريقة، نهاية كركي خلاص كركي. هل ما ينطبق على المسلمين من عشائر الكرك ينطبق على المسيحيين؟ يعني وجودهم هكذا كان أصلا؟ نعم، لكن يبدو أن وجود المسيحيين أقدم. هم أسبق. نعم أقدم، لأنه في أحياء كبيرة والمناطق السهلة. طبعا يعني هي منطقة بلاد الشام هذه كان يذكرها النصارى قبل الإسلام. المسيحية بشكل عام هذه العشائر، وهي عشائر طابعها كما ترى عربي بالأزياء وبالحديث وبالكلام، كركية، يظهر أنه ضمن ظروف معينة في السابق اجتمعوا كلهم وسكنوا في المدينة. وعلى فكرة أنا قرأت بأنه معظم سكان المدينة في فترة ليس لا تتجاوز 400 سنة كانوا كما نقول نحن نصارى، وكان في يهود أيضا. وكنت أستمع الختياري يتحدث عن فلان يهودي كان في منطقة الغراوي وكذا، كان موجود يهودي هذا المنطقة. لكن العشائر المسيحية كانت أقدم في الوجود، وامتلاك كينونة المدينة أقدم. وبعدين فبعد القضاء على الإمامية، العمر أو بني عقبة صاروا يشرهوا على الاستحواذ على المدينة. أحست العشائر الأخرى القليلة اللي هم مجالي حباشني معي طاطراء ونصراير نوايسي كذا، هذه العشائر أحست بالحيف وأنه إحنا راحوا هذول يجون هذول. فمع الزمن استعانوا باستقدام عشائر بدوية أخرى لمقاومة قبيلة العمر، وهي قبيلة كبيرة وفيها لها قصص حلوة وسائلة. يعني هاي المنطقة كانت في صراع مستمر. نعم، لذلك في عراقي مرة عمل لوحات على جدران المدينة من الخارج سماها مدينة ما بين السيفين، لم ينتهي الحرب والقتل بين القبائل فيها. فاستنجد الكركيون بعشيرة بدوية مجاورة قوية، وضمن اتفاقية اقتصادية وكذا، ودهموا العمر الذين أنهكتهم الحروب الداخلية فيما بينهم. ومع الاحترام والتقدير يعني كانوا بحبوا العمر وبقدروا الصفات العربية الأصيلة، لكن اضطروا للتخلص منهم بهذا الهجوم الكاسح. اجتمعت معظم العشائر الصحراوية على العمر، وتسبب ذلك بنزوحهم إلى الشمال عند بن عدوان 9 سنوات، ثم انتشروا في الأرض في فلسطين وفي مشكلة، ورجعوا فيما بعد والآن موجودين في قرى. وهي تلك الحادثة التي أدت إلى وجودهم في قضاء الخليل. نعم
هذا نزحوا واستقروا في دورة نعم في دورة وفي عرب السواحل وكل مضوا هذا السبب. وبعدين استقدم عادوا حوالي 100 هم كانوا 2000 بيت من الشعر حوالي 200 بيت شعر وسكنوا في مناطق من الكركونة. واشتعلت الحرب من جديد بين العمر وقبيلة أخرى وحروب. المهم أنه العشائر الكركية الحالية حباش المعاي طبراش كذا كذا أخذت تنمو وتتكاثر شيئا شيئا وأمنت بعض الشيء في ظل الاتفاقية الجديدة مع قبيلة أخرى ما زالت موجودة هذه القبيلة. وظهر في الكرك قيادة بيعة وشيخ مشايخ للكرك من قبيلة المجالة عادة على أثر حادثة معينة تولى فيها يوسف قيادة الكرك وهو زعيم وهابي كان له اتفاقات مع ابن سعود وكان معين على بدو شرق الأردن كاملة من دمشق إلى تبوك. وبعد جوا أبناؤه عبد القادر وإسماعيل الشوفي اللي قاوم غزو إبراهيم باشا للكرك وأعدم في سوق البتراء هو ابن أخوه له في فترة من الفترات. إسماعيل شيخ مشايخ الكرك هو ابن أخوه أعدمه هناك وبقي جثته معلقة 3 أيام في سوق البتراء بالقدس. وصار بعدي شيخ مشايخ عبد القادر وهذا عمل اتفاقية مع بني عطية واستخدمهم للكرك لمساعدتهم ضد أعداء آخرين. هل في عند الكركي كلمة يرم مفزع لشيحان؟ هذا عبد القادر المجالي ذهب إلى شيوخ بني عطية وضرب صخرة كبيرة على باب الشيخ بالسيف وقالوا أبشر يا رجل المعلق. قال يرم مفزع لشيحان يعني رم رمز بني عطية وشيحان رمز الكرك. بعدها استقر الكركي وبدأوا يمتلكوا أراضي خارج المدينة هذه العشائر الحالية. المعارك الأخيرة أبعدت العمر وغير العمر عن ملكية الأراضي واقتسم الكركيون الكركي قسمين شراقة وغرابة نسبة لعيون الماء اللي كانوا يردوا عليها اللي بيردوا على عين سارة في الغرب أو البرك الغربي في بركتين من أيام ميشع الذي بنى أنا الذي حفر بركتين للماء ميشع في المسل مشل البرك الغربية عند محمد زين أبو الفيلات خليلي شخصية كركية تحترم. والبرك الشرقية عند الضمور ما زالت قائمة ودهم يبنوا فيها فنادق. الأحياء الغربية ترد على عين سارة والأحياء الشرقية ترد على عين الآن مية ضعيف اسمها عين الست في الجهة الشرقية. الأحياء القبائل الشراقة بنسميهم الطراونة والصرائرة والغساس اللي هم الضمور والصعوب والمبيضين ومعهم الكركين والبنوية والجراجرة وفي العضائل والضمور هذه العشائر كلها القطاونة اسمها الشراقة. وكان في الفترة الأخيرة زعيم موحد لهم تقريبا وحسين باشا الطراوني زعيم وطني ومتحدث وشخصية قوية وكويس واسمهم الشراقة. والغرابة المجالي والحباشني والمعايطة والمسيحية بشكل عام وهذا اسم الغرابة انضم إليهم كغرابة فيما بعد عشائر اللي بسموهم العجام اللي هم الشمائل والمحادين والمدادح على أثر مشاجرة كبيرة تسبب أن قتل فيها 8 أشخاص رجعوا ذو الجماعة على حلف الغرابة. في تنافسات دائمة ولكن الكل كان يؤيد وجود شيخ مشايخ واحد من عشيرة المجالي من ذرية يوسف المجالي محمد أبو دليوان بعدين صار بعدي ابن محمد صار الديوان بالرفهن. أما الشيخ المشايخ صار عطوي وابنه جميل وجمال اللي في تفجير الوزارة اللي قتل فيها هزاع المجالي كان موجود شيخ مشايخ جمال وأيضا قتل في الحادثة نفسها الله يرحمه جمال ابن عطوي. بعدين صار سلطان بن جميل توفي قبل سنتين والآن في شاب اسمه عاطف ابن عطوي اللي كان نائب في البرلمان قبل سنتين لما دفن ابن عمه السلطان بن جميل تمت بيعته على القبر وفي طقوس طبعا بيحضر. يعني البيعة مش بس من المجالي البيعة من كل الكرك يعني الكركية بيقولوا للمجالي اتفقوا انتوا حضرونا واحد حتى نبيع الكوه. ويقف خوري عن المسيحيين كلهم ومعه محرمة حمراء ويطوقها بعنق شيخ المشايخ ويتلو شيخ المشايخ وأنا حضرت الدفن ويتلو شيء نص موجود عليكم الله وأمان الله نساءكم نساءنا وعرضكم عرضنا وعرضكم أرضنا وكذا. هذا زي العهدة العمرية أزود كان لا يمكن تجاوزها
وأنا حضرت على. بس هذا شيخ المشايخ يعني منصب رمزي الآن يعني ملوش صلاحيات. شوف كان سابقا شيخ المشايخ وخاصة في الكرك وجميع القبائل البدوية شيخ مشايخ مثلا عنزة عند الروالة ابن شعلان النور ابن شعلان شيخ المشايخ بني سخر مثلا الفايز كان مثقال الفايز فكل القبائل فيه لها مثلا ابن جازي شيخ مشايخ الحويطات وبعدين أبو تايه إلى آخره فشيخ المشايخ هذا منصب موجود عند كل القبائل الآن بعد سايكس بيكو تشكيل الدول الحالية الحكومات الدول الحالية ضعف سلطان هذه وأصبح رمزي ويحترم ويقدر من الديوان الملكي نوعا ما لكن سلطة حقيقية بمقدار نشاط الشخص وشد العشائر له بشكل لطيف يعني هو وضع اجتماعي أكثر منه سياسي اجتماعي نعم نعم أحيانا له فاعلية لما الأمور بتشتد وتصبح فيه منازعات قوية بين الدولة والمواطنين يبرز دور شيخ المشايخ يتدخل حتى يهد الأمور هو نشاطه هو قد يؤيد ما هو موجود وقد يعارضه وقد أما تحت السيطرة خلينا نقول هذه تركيبة الكرك القبلية الحالية طبعا دخل عليها الفلسطينيون بعد في فلسطينيين قبل النكبة وهم الخلايا اللي كانوا يسكنوا عندنا ما كنت أشعر بشيء اسمهم فلسطين ما كانوا الناس يقولوا هذا فلسطين كانوا يقولوا هذا خليل أيوة ما كانش لا في أردن ولا فلسطين كانت كلها منطقة واحدة قالوا خليلي خليلي نابلسي جاء واحد نابلسي يقولوا عادي ما فيها إشي بعد القضية الفلسطينية والنزوح الكبير نزوح فلسطيني فلسطينيين في الكرك كان بنيت قرية أو بلدة المنشية على مثلث انبعاج القرى الشمالية كاملة وأصبح سكانها يعني اندمجوا في المجتمع الكركي وأصبح شخصيات اجتماعية والكركي صوت فيهم عشيرتنا مثلا نحن الأساس طير البستنجي وصار نائب البرلمان ويحترموا إذا في جاهي موجود عبد الله البستنجي شخص ثري وأديب ومحترم ممكن يكون قاعد من وجهاء عشائر الكرك والشيوخ يقول تفضل سيد عبد الله أنت اللي طلب فما فيش في الكرك توتر بالعمق نهائيا ولا واحد بيعاير ناس ولا بقول انت فاضي نهائيا في الكرك كما هو بين مسيحي ومسلم نفس الشيء ما في شيء فهذا عنصر فاعل الان من العشائر الفلسطينيه الموجوده البستنجيه وغيرهم عشائر كثير جدا عيله ابو الفيلات عيله فلان خلايل ونابلسي كله موجود وبمنتهى التوقير والاحترام والمصاهرات على قدم وساق كثير جدا مئات البنات الفلسطينيات عند أشخاص كركية حتى من القدم أو كركيات ماخذيهن فلسطيني موجود الوضع كل العشائر الكركية في محيط محافظة الكرك من سيل الموجب إلى سيل المندمج الآن في كيان واحد اسمه الكركية عشائر الحزمان مثلا البرارشي العراقية البطوش عشائر بني حميد القبائل كانت بدوية سابقا كلها الآن كركية وفي إطار واحد ومعاطاتها في الانتخابات متشابهة متداخلة كركي من الجنوب من عند الطراون بيصوت في مرشح عميدي مرشح من شخص من البرارشي بيصوت في مرشح من المعايطة وهكذا فالمجتمع منسجم وفي روح حلوة من التآخي والنظرة المستقبلية الموحدة للجميع حصل فترة من محاولة التغيير جابت نتيجة كانت رئاسة البلدية دائما عند الشيخ الديوان المجالي رحمة الله عليه 56 عام جاءت الأحزاب السياسية البعث والشيوعي بشكل خاص وعملوا تحالف ودعموا فيه عشيرة الحباشين لفرز مرشح منهم ضد ديوان باشا المجالي وتحولت رئاسة البلدية كان واحد من الحباشين نجح في اسمه حمد الحباشين الله رحمه توفى أبوه باشا محمد الحباشين وأخوه إبراهيم وزير الداخلية السابق فبهذا العملية زحزحت رئاسة البلدية وقللت شيئا ما من نفوذ عشيرة المجالي داخل المدينة وقراهم ولكن بعدين زالت هذه الأمور وأصبح شيء عادي لأن الديوان الله يرحمه نزل من مصطبته اللي عند الإدارة فوق عند المصرفية والمحافظة وكان الملك حسين يقدمه على كل شيء فنزل من فوق وبارك للرئيس الجديد واعتبرت خطوة تدل على سماحة المجالي وسعة أفقهم وقيادتهم للكرك وعند هذا الحد يعني
بعتبر الحديث تقريبا إلا إذا في أسئلة أخرى عند حضرتك. يعني الحقيقة يعني أنا سعدت جدا بهذا اللقاء وتشرفت بالتعرف عليك. الله يجزيك. وشاكر جدا لما أعطيتنا إياه من وقت، وأرجو ألا نكون قد أرهقناك. لا بالعكس، والله أنا مسرور جدا لهذا اللقاء الطويل، لأنه غطى تغطية واسعة جدا كل ما يرغب الإنسان في الحديث في حول الحياة الخاصة وحول الحياة التربوية والوظيفية وحول الحياة الاجتماعية والمجتمع الكراكي والأديان والعقائد والناس. وكان لقائك ممتع جدا بالنسبة لي صحيح مع الشكر. شكرا جزيلا، ونتطلع إلى صدور الكتب إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا. يعطيك العافية أنت وفريق العمل اللي معك. بارك الله فيك. جزاك الله خير.